ما الأفضل لتفريج الهم والكرب والضيق الذي يعيشه الإنسان مع الشيخ؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه بعض أصحابه فسأله عن سبب لزومه للمسجد فقال هموم لزمتني وديون ركبتني، فقال أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول كلما أصبح وكلما أمسى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ولذلك نوصي الإنسان بهذا الذكر، والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يطمئن قلبه ويذهب الهم عنه تذكر أن الآخرة هي الدار الحقيقية، وأن الدنيا مكدرة بالهموم والغموم والأحزان، وأن الإنسان لا يأمن من نزول المصائب فيها، وبالتالي تهون عليه كل مصيبة. وكذلك مما يذهب الهموم أن يكون المرء طالبا لرضا رب العزة والجلال، فإنك متى طلبت رضا الله رضيت عن الله، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا رضيت عن الله في كل تقدير يقدره لك، وعلمت أن الله يحبك أكثر من محبتك لنفسك، هان عليك كل ما جاءك وما وصل إليك، ولم يكن في قلبك شيء من الهموم والأحزان. والأمر الآخر مما يساعد في إذهاب الهموم الإكثار من ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. أحسن الله إليكم.